كان في البداية يعني أنا كثير ترى أنبسط مع نجوم برامج الواقع، لأنهم عندهم عفوية جميلة طاغية، حتى مو في الاستديوهات. إذا شفناهم سواء في البثوث، في السوشيال ميديا، إذا طلعت معها طلعة، جلست معه، سبحان الله، في شيء غريب. هل هذا متميزة في نجوم برامج الواقع ولا مع أي شخص يعني موجود؟ يعني أنا ما أدري، كل ما أطلع مع شخص من نجوم برامج الواقع كفي ولا ذا، أشوف أنا أنبسط، أنا أسكت ترى. ليش هو في ضحك؟ هل اكتسبها من البرنامج ولا هي اصلا موجوده حيه؟ شفت، هي يمكن انها موجوده في شخصه، لكن مع البرنامج يمكن طورها، اكتسب اشياء عرفها فزادت معه. جميل. فيحان، انا بدخل كذا، يعني يمكن في اشياء يمكن ما عمر الجمهور عرف عنها. يعني نبغى اسرار عن شخصيه فيحان سبيع. احنا نعرفك نجم، ونجم ما شاء الله تبارك الله وصلت يعني الى السماء، لكن انا ابغى اعرف فيحان بالضبط، من هو فيحان؟ فيحان سلامة، فيحان بن ماضي السبيعي. ونعم. من محافظة بيشة، أبلغ من العمر 21 سنة، ما شاء الله. طالب هندسة مدنية في جامعة بيشة، يطمح لأنه يكون مؤثر ويخلص الجامعة إن شاء الله. إن شاء الله يا رب العالمين. ناوي إنك إن شاء الله. إن شاء الله بإذن الله. فهذه حياة فيحان. في بيشة. في بيشة الله. في نفس بيشة نفسها. الله. كيف حياتك؟ أعطني يومياتك قبل الإعلام. قبل الإعلام أول نعرف مع الإعلام بثوث الدنيا وما أخذ وقتك، لكن قبل الإعلام. قبل الإعلام يا طول عمر السلامة، كان في حان السبيعي، كنت ماسك أنا سناب القبيلة، هي قبيلتي أنا. كانت هي اللي تأخذ حيز وقتي، يعني شغلة كنت أنا مستانس عليها، ما أخذ وقتي مع الجماعة، مناسبات، زواجات، تغطيات، فكانت هي اللي ما أخذ حيز. عندنا أبل، يعني أبل، تغطيات، مسجد، بيت، دوام. يعني خلينا نقول أنه أنت عندك حس إعلامي قبل كم حس إعلامي، كتصوير، كلقاءات، والجماهيرية والناس ويعرفونك. طيب هذا الشيء وش أضاف لك، أو وش خلينا نقول هيئك أنك قبل ما تدخل برامج الواقع، وش اللي تقول والله أنا متعنز عليه يعني فزت فيه، ولا يعني انبهرت مثلا برامج الواقع انها مثلا في ناس يقول اول مره اجرب الاعلام، كاميرات مرصوص، في شيء ضاف لك من هذه الحقبه اللي انت عشتها؟ شفت، اما بالنسبه يوم تقول الاعلام وما الاعلام قد مارسته من ناحيه لقاءات، من ناحيه امور، من ناحيه، فاول شيء كسبت محبه ربعي، القبول عندهم، وقوفهم معي، يعني هي اضافت لي الشيء الكثير، هي اللي سهلت علي الوصول للمكان اللي انا فيه.